شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله على الأجواء الماطرة. اليوم 31 من شهر يوليو 2022، الثاني من شهر محرم 1444، بداية عام هجري. نسأل الله أن يجعل فيه الخير والبركة والنماء والأمطار والصلاح للبلاد والعباد. الله تبارك الله، هذا جريان الشعاب عقب الأمطار التي هطلت هذا اليوم على قرية الشجنة بمحافظة بيش. اليوم 31 من شهر يوليو، الثاني من شهر محرم 1444.